أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأ الحلقة كالعادة بالعناوين. مطالبات بمحاكمة قتلة أمجد وباطويل في عدن. محافظ شبوة الجديد يتسلم مقر سكنه من المحافظ السابق بعد تعهده بدفع 150 مليون ريال. احتفال عسكري بمناسبة تقاعد كلب عمل في صفوف الجيش الأمريكي لسبع سنوات. من موقع البي بي سي، 1% من سكان الأرض يمتلكون نصف ثروات العالم. أهلا بكم. الشابان اللذان قتلا بدم بارد في عدن تم نسيان البحث عن قاتلهما الحقيقي، ولم يذكرهما غير قليلين منهم أحد المهاجرين. فوفقا لموقع عدن تايم، فقد طالب الكاتب الروائي حبيب عبد الرب سروري بمحاكمة الظالمين والتكفيريين في عدن قتلة محمد عمر باطويل وأمجد عبد الرحمن. وتساءل سروري، هل تحدث أحد في مسيرة الجمعة عن طلب رسمي بقانون يمنع التكفير الذي يتغذى بواسطته الظلاميون؟ هل دعي أحد لمحاكمة قتلة أمجد وباطويل أم ما زالوا يسرحون يمرحون حتى اليوم؟ وقال الروائي المقيم في باريس، طالما لم يفعل ذلك أحد وعاجلا جدا، فعدن ستصبح قندهار. أقول ذلك لكم عن معرفة من خلال حضوري ونقاشي الدائم مع المتابعين والمتخصصين بأوضاعنا في مرأى العالم. ويوضح سروري أن عدن بالطبع ليست قندهار، لكن ما حدث لأمجد وباطويل وغيرهم إن لم يتم محاكمة قاتليهم علنا فالأمر كارثي فعلا، ووصمة عار على جبين كل واحد منا. ولن يتعاطف أحد في العالم مع القضية الجنوبية قبل محاكمتهم. وصف موقع عدن الغد الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر داخل مناطق العاصمة المؤقتة بأنها طواف حول عدن. وقال الموقع إن الزيارات تسعى إلى توجيه رسائل سياسية بعد عودة أيام بعدة أيام من مؤتمر صحفي أقامه المجلس الانتقالي الجنوبي، وهدد فيه بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. ويصف الموقع، يوم الثلاثاء قام بن دغر بزيارة إلى حي التواهي حيث تتواجد غالبية قيادات المجلس الانتقالي، وذلك في أول زيارة لمسؤول من الحكومة الشرعية لهذه المنطقة منذ أشهر. ويرى مراقبون وفق الموقع أن التحركات بن دغر الأخيرة عاد أن تأتي ردا على تصريحات المجلس الانتقالي الجنوبي هل يمكننا أن نتخيل عالما عربيا بلا ثقافة؟ هكذا عنونا الروائي الجزائري واسين الأعرج مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا. هل يمكننا أن نتخيل فرنسا من دون فولتير؟ أو نتخيل ألمانيا من دون جوتا؟ أو روسيا من دون تولستوي أو غوركي؟ هل يمكننا أن نتصور أوروبا من دون مايكل أنجلو، بيكاسو، فاغنر، روسيني، بورودين وبيزيه أو غيرهم؟ طبعا لا. كل واحد من هؤلاء هو رمزية لجهاد جاد وكبير غير أوروبا عميقا. لكن هل يمكننا أن نتخيل العالم العربي من دون سيد درويش، أم كلثوم، نردكاش وطه حسين والشيخ علي عبد الرازق ونجيب محفوظ، عبد الرحمن منيف وفيروز والرحابنة؟ طبعا نعم، ممكن أن نتخيل العالم العربي من دون هذه الأسماء أو غيرها، لأن مجتمع اليوم أزحها بالفعل، لأنها لم تعد تهم ذاكرته في شيء، وامتلأت بأشياء فرضها العصر جزئيا من جهة، وفرضها الذوق العام الذي تم تصنيعه عبر عشرات السنين في غياب كلي للذاكرة الجمعية الحية. والفعل المعادي للثقافة التي تبنته الأنظمة العربية الشمولية التي جعلت من الثقافة العجلة الخامسة ولا جدوى من ورائها إلا عند الحاجة السياسية. الفعل الثقافي العربي مضطهد على مستويين كبيرين. الأول مرتبط بالإهمال الكلي للمثقف وتحويله بشكل مستمر إلى ضحية متهمة عليها أن تبرئ ذمتها في كل لحظة. أقصد المثقف الفاعل والمتحرك اجتماعيا الذي له وجهة نظره فيما يحيط به، وليس المثقف التبعي رهين إرادة المؤسسة المهيمنة
التي يستجيب لكل خطاباتها عند الحاجة السياسية. لهذا لا نستغرب الاغتيالات التي تطال المثقف المناهض للظلم والاصطفاف، إذ هو الجهة الأكثر هشاشة وتعرضا للمتابعات القانونية أكثر من الفاسد ومن سارق المال العام ومهرب المخدرات. ومن الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم نقرأ لكم بعض العناوين. رئيس الوزراء يعد بصرف راتبين متأخرين للجيش والأمن خلال أيام. ومن العناوين أيضا محافظ شبوة الجديد يتسلم مقر سكنه من المحافظ السابق بعد أن تعهد بدفع 150 مليون ريال. وبخصوص امتحانات الثانوية العامة علقت الصحيفة في عنوان بارز: الحوثيون يشكلون لجانا امتحانية في الجبهات ويكلفون معلمين بحل الأسئلة. وكما تتهم الصحيفة وزير التربية في حكومة الميليشيات وتقول: وزير التربية في حكومة الانقلاب يوجه بمساعدة الطلاب في الغش أثناء أداء الامتحانات. قال مدير عام التربية والتعليم بمحافظة تعز عبد الواسع شداد في تصريح خاص للمشاهد إن تدابير وإجراءات عديدة يقوم بها مكتب التربية والتعليم بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات الأمنية بالمحافظة خلال أيام الاختبارات، وذلك بهدف محاصرة ظاهرة الغش. وأضاف: اتخذ المكتب عددا من الإجراءات لمنع ظاهرة الغش أثناء امتحانات الثانوية، وكانت أولى تدابير أو الإجراءات ما خرج به الاجتماع الموسع الذي عقد يوم السبت الماضي قبل الامتحان بيوم واحد. وقد أقر الاجتماع وضع وتنفيذ خطة أمنية لمنع التجمهر أمام المراكز الامتحانية، وهذا الإجراء من شأنه أن يخفف من عملية الغش إلى حد كبير، بالإضافة إلى إجراءات أخرى في إطار خطة مكافحة الغش المدرسي. وحذر باحثو التنمية البشرية وكذا الباحثون التربويون كما يقول موقع المشاهد نت من خطورة تفشي ظاهرة الغش باعتبارها السلاح المدمر لمستقبل الأجيال والأوطان. وعن انقساماتنا المجتمعية والهوايتية، تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في العرب الجديد، وأضاف الكاتب: من جملة مآسي العالم العربي التي عشناها ولا نزال منذ بدء الموجة المضادة للربيع العربي قبل 4 أعوام، انتقال حالة الانقسام والاستقطاب السياسي والإيديولوجي والمذهبي من السياسة إلى المجتمع وفئاته، بحيث أصبح الأخير ميدان الصراع وليس السياسة، وذلك فيما يشبه نوعا من الانتحار الذاتي تمر به مجتمعاتنا العربية. فالانقسامات الأفقية والعمودية أصبحت طابعا أساسيا في معظم هذه المجتمعات، خصوصا التي مستها رياح التغيير ولو من بعيد خلال السنوات الماضية، فأثر سلبا على الروابط والوشائج العائلية والقبلية والإنسانية التي كانت جزءا أساسيا في تماسك هذه المجتمعات. وبدأ النسيج الاجتماعي في التآكل تدريجيا تحت وطأة السياسة وصراعاتها، حتى مع الدول القومية القديمة ذات الإرث المتماسك تاريخيا كما الحال مع مصر، فإن جرثومة الانقسام والاستقطاب انتقلت من الفضاء السياسي إلى الفضائين الاجتماعي والأهلي، بحيث بات المجتمع منقسما بموازاة خطوط سياسية وإيديولوجية وطائفية كثيرة. لذا ما إن يقع حادث إرهابي ضد مدنيين أو ضد مؤسسات الدولة حتى تبدأ آلة التلاسن والتراشق والتخوين في العمل، بحيث ينسى الجميع الحادث نفسه وكيفية التعاطي معه حتى لا يتكرر، ويركز على تحقيق مكاسب سياسية منه. ثلثاء المقاتلين على جبهات القتال في اليمن من الأطفال، يعنون موقع الملعب في تقرير قال فيه إن رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل كشف أن الاتجار بالبشر في اليمن تصاعد بشكل كبير بسبب النزاع المسلح المستمر في اليمن. كما يستند الملعب في مادته إلى تصريحات نبيل فاضل لموقع مصر العربية، والتي قال فيها إن الحرب استهدفت كل شيء من منشآت ومصانع وعطلت الحياة العامة، فضلا عن تدمير العديد من المنازل والمصانع، مؤكدا أن هناك أكثر من 1,000,000 موظف بدون مرتب منذ قرابة العام، ويعتبر هؤلاء ضحايا محتملين للإتجار بالبشر نتيجة عدم حصولهم على الإمكانيات المادية التي توفر لهم حياة معيشية سليمة. وأشار إلى أن ثلثي المقاتلين في الجبهات هم من الأطفال، ويتم تجنيدهم عن طريق الجماعات المسلحة من كل الأطراف، قائلا:
ما زال التجنيد مستمرا. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بسبب الانتشار المخيف لوباء الكوليرا في اليمن لا تكف التحذيرات الدولية من مخاطر هذا الوباء، حيث نقلت صحيفة العرب الجديد عن مسؤول أممي إعلان بأن على المانحين الدوليين زيادة مساعداتهم لمنع وباء الكوليرا المتفشي في اليمن من التسبب بمجاعة على نطاق واسع بين مئات الآلاف من اليمنيين. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكو ليدريك أن أكثر من 313 ألف حالة ظهرت عليها أعراض الكوليرا، وأكثر من 1700 حالة وفاة يمكن أن تنسب إلى الوباء منذ ظهوره في إبريل. وقال للصحفيين في جنيف إن وكالات الأمم المتحدة تعمل مع ما بوسعها للقضاء على الوباء عبر تحويل الموارد من برامج الغذاء، ونحن نعاني من نقص التمويل ونستدين من هنا لندفع هناك. واعترف ماكو ليدريك أن الأمم المتحدة أساءت تقدير انتشار الكوليرا في اليمن، وهناك نسبة كبيرة من 1.1 مليون دولار من المساعدة التي تعهدت بها الحكومات المانحة في إبريل للتعامل مع الحاجات الإنسانية في اليمن تنتظر تسديدها، وعلى المانحين ترجمة تعهداتهم إلى أفعال عبر وضع المال على الطاولة. أما صحيفة الاتحاد فتناولت خبر انتزاع السلطات العسكرية للألغام في عدن والمحافظات المجاورة، وقالت إنها أعلنت عن نزع أكثر من 132 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدن ومحافظات مجاورة لها خلال حربها الظالمة التي تشنها منذ أواخر مارس 2015. وأشار العقيد قائد هيثم حلبوب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن أن الفرق الهندسية تعمل من أجل تطهير المناطق الملغومة كافة التي خلفتها الميليشيا أثناء فترة سيطرتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المركز فقد 19 شهيدا وجريحا أثناء قيامهم بواجبهم في نزع الألغام ومخلفات الحرب في المحافظات المحررة. وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن قيام الميليشيا الانقلابية بزرع أكثر من نصف مليون لغم من بينها ألغام محرمة دوليا، وتلك المتفجرات حصدت حتى اللحظة أكثر من 700 ألف شخص في عدد من المحافظات. ثورات ثقافية شعبوية، تحت هذا العنوان كتب علي سفر أو سفر مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: أراد الزعيم الصيني ماو تسي تونغ بعد فشل سياسته التنموية التي تسببت بإفقار الصين غذائيا إثر دعوته إلى التصنيع في حملة القفز العظيمة إلى الأمام أن ينهي موجة الانتقادات التي وجهت إلى مرحلته والتي تفشت بعد تخليه عن رئاسة الدولة واحتفاظه بقيادة الحزب والجيش، فصنع ثورة بين الشباب الصيني عبر الشعارات الشعبوية ضد البرجوازيين الرأسماليين الذين تسربوا إلى قيادة الحزب ومفاصل الدولة، سميت الثورة الثقافية. وضمن هذا السياق تم حرق مئات من دور الثقافة بحجة نشرها الثقافة الغربية، وكذلك حرقت ملايين الكتب في مشاهد لم ولن تنساها البشرية. وأخيرا وجد علماء الصين أنفسهم يسحلون في الشوارع ويعاقبون عبر السير بهم مكبلين بين جموع الشباب الغاضب الذي يهتف باسم الزعيم الخالد ماو، لينتهي المطاف بهم عمال قمامة أو مزارعين في أحسن الأحوال. استمرت فترة الثورة الثقافية عقدا تناوبت فيها السيطرة بين دعاة الثورة والمتحكمين بالتفاصيل، إذ كان خروج الأمور عن السيطرة وبشكل دموي في عدة مراحل سببا كافيا لأن يعود ماو نفسه ليضبط الأمور وفق إيقاع صراعه مع زملائه في قيادة الحزب والدولة. ولهذا وجد الثائرون الذين كانوا يعملون تحت طنين شعاراته وأزيره أنفسهم في النهاية في موجة معه أدت إلى ترحيل ملايين منهم إلى الريف عقابا من أجل أن يعودوا إلى رشدهم. تصلح تجربة الثورة الثقافية الصينية لأن تكون مثالا عن القدرة التدميرية الهائلة للشعارات الشعبوية حينما تسيطر وتتحكم بعقل المتلقين الذين سيتحولون وباستلاب كامل
يفرضه عمق المفردات والجمل الطنانة الرنانة إلى جيوش من البشر الذين يتحركون بموجب أوامر معلنة تستهدف الأعداء من دون تباين أحوال الضحايا المستهدفين ومناقشة التهم الموجهة إليهم، وبما يؤكد أن الهدف لم يكن ثورياً بل إجرامياً يهدف إلى قتل الآخر وإفقاده القدرة على التأثير والفاعلية بالسجن أو النفي إلى الأرياف البعيدة. لماذا تتسع الفجوة كثيراً بين الفقراء والأغنياء؟ تساءل موقع شبكة البي بي سي، ثم حاول الإجابة عن هذا التساؤل بالقول: في ظل اتساع الفجوة بين أصحاب الثروات والمعوزين واستحواذ 1% من سكان العالم على نصف الثروات والتفاوت في مستويات الدخل، يحظى ذلك البون الشاسع بين الفقراء والأغنياء باهتمام غير مسبوق في الوقت الراهن. وأشارت تقديرات إلى أن 1% من سكان العالم يمتلكون 50% من ثروات ذلك العالم. يرى بعض الباحثين أن التفاوت في مستويات الدخل قد لا يكون هو التحدي الأساسي الذي يواجه العالم، ويقولون أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الهوة بين الأغنياء والفقراء، إنما في غياب العدالة الذي يتجلى في محاباة البعض وظلم آخرين. ولعل التحدي الأهم في القرن 21 هو الاعتراف بوجود علاقة بين الفقر والظلم. ويرى هؤلاء الباحثون أن الاتفاق على تعريف قاطع لمصطلح عدم المساواة سيساعدنا في تحسين المجتمع الذي نعيش فيه، لأننا بهذا سنوجه الموارد لتلبية الاحتياجات الضرورية. شهدت قاعدة أنجرلك جنوبية تركيا تنظيم حفل بمناسبة تقاعد الكلب جيري المتخصص بالعثور على المتفجرات والقيام بدورات لحماية المعدات في القاعدة بعد 7 سنوات من الخدمة. وقال بيان أعاد نشره موقع هاف بوست عربي: الكلب جيري المتخصص بالعثور على المتفجرات والقيام بدورات لحماية المعدات في القاعدة أنهى بنجاح فترة خدمته والتي استمرت ل7 سنوات. وأشار البيان إلى أن الكلب جيري أمضى سنواته 7 الماضية في خدمة قيادة الجناح الجوي ل39 عاما في القوات الأمريكية المتمركزة بقيادة أنجرلك. وخلال الحفل الذي جرى تنظيمه بمناسبة تقاعد جيري، قال مدربه إن جيري خدم سلاح الجو الأمريكي بكثير من الولاء والشرف. وأضاف سانتياغو أن جيري أسدى خدمات جليلة للجيش الأمريكي منذ العام 2010 من خلال قيامه بمهمة كبيرة في سبيل حماية المعدات العسكرية الموجودة في أنجرلك، والتي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار. إلى صحيفة الشرق الأوسط، والتي نشرت تقريرا أمميا يقول إن 23 مليون شخص يستعدون للهجرة. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في نتائج تحليل لبيانات استطلاعات رأي أن 23 مليون شخص في أنحاء العالم كافة لديهم أكثر من مجرد خطط مبهمة للهجرة، حيث كان من بين أعدادهم المحددة للهجرة توفير أموال وتعليم لغة أو تعليم لغة البلد الذي يريدون الهجرة إليه والتقدم بطلبات للحصول على تأشيرات البلد المقصود. وقال المدير العام للمنظمة ويليام سبونغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: عدد من يخططون فعليا للهجرة أقل مما يعتقد، إلا أن الاتجاه التصاعدي لأعداد المهاجرين حول العالم يعني أن الهجرة مستمرة. وأظهر تقييم الاستطلاعات التي أجراها معهد جالوب لقياس مؤشرات الرأي في نحو 160 دولة أن 710 ملايين شخص يتصورون بصورة مبدئية أنهم قد يهاجرون من بلدهم في يوم ما. صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية قامت بنشر مجموعة من الصور المتنوعة التقطت من مختلف أنحاء العالم. نتابع جزءا من هذه الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.